بالمغرب. من المغرب بقى، نروح للمغرب ونطمن اكتر من هناك. من زميلنا كريم احمد جاهز معانا لنلا التفاصيل الاخيره او اللمسات الاخيره النهارده على اخر ايام الاهلي في استعداداته لمواجهه بكره ان شاء الله مع سياتل ساوندرز. كريم مساء الخير، اهلا بيك معانا. ويعني بعد الحقيقه يومين اكتر من رائعين الحقيقه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، فرحه كبيره هنا في مصر عشناها بعد فوز الاهلي، واكتر من الفوز العرض الرائع وشخصيه الاهلي اللي ظهرت في مباراه اوكلاند سيتي. تكلمنا عن المواجهه الصعبه بكره وتفاصيل اليوم النهارده، اليوم الاخير في استعداد النادي الاهلي لمواجهه سياتل بكره ان شاء الله. برحب بيك طبعا في البدايه للزميل العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني يا رب ان شاء الله بمشيئه الله زي ما ادينا اداء مميز جدا ونتيجه كبيره الحقيقه تليق باسم النادي الاهلي في الانطلاقه الخاصه ببطوله كاس العالم. ان شاء الله باذن الله يستمر القلب والروح الكبيره جدا وشخصيه النادي الاهلي في هذه البطوله، ويا رب ان شاء الله باذن الله زي ما عودونا لعيبتنا وزي ما عودنا الجهاز الفني مرحله مرحله بناخدها، المباراه بتنتهي بتفكر في المباراه القادمه. فمشيئة الله ان شاء الله يكون مستر كولر بقيمته الكبيره طبعا وبرؤيته الفنيه الرائعه يكون قدر يحضر بشكل كبير لهذه المباراه، سيناريوهات المباراه. يمكن فرقه مميزه جدا الحقيقه، ويمكن تعرف زميلي احمد يعني تنطلق البطوله من هذه المباراه، هي هذه المباراه هي المباراه الاهم اللي هتفتح بشكل كبير جدا جدا يعني مشوار النادي الاهلي بمشيئه الله في هذه البطوله. فرقه مميزه جدا، قيمتها التسويقيه الحقيقه حاجه رائعه ومميزه جدا. يعني لو انا بتكلم معاك القيمه التسويقيه الخاصه بفريق سياتل يعني تصل ل 50 مليون يورو، ناس مدعمه بشكل كبير جدا، عندهم سرعات عندهم امكانيات عديده، لكن ان شاء الله باذن الله رغبتنا تكون اكبر، شخصيتنا تكون اقوى، تخدنا في المباراه كالعاده يكون بشكل طيب جدا. فيا رب ان شاء الله غدا تكون فرحه زي ما كان في المباراه الاخيره، فرحه كبيره جدا لكل الشعب المصري وكل جمهور النادي الاهلي. غدا بمشيئه الله ان شاء الله تكون فرحه اكبر ان شاء الله لكل جمهور النادي الاهلي. اليوم النهارده الحقيقه كالعاده كان بادئ بالتدريب الصباحي 12 ظهرا طبعا هنا بتوقيت المغرب، تدريب الاخير لفريق النادي الاهلي كان على الملعب الفرعي الخاص باستاد ابن بطوطه، 60 دقيقه كانت للتدريب. يمكن مستر كولر يدى فقرات طبعا بدنيه متنوعه، فقرات تدريبيه كالعاده طبعا بينهي كل التدريبات بركلات الترجيح. كل اللعيبه الحقيقه جادد شناوي الحقيقه يمكن حاجه رائعه ومميزه جدا، علي لطفي ايضا كمان واضح الجديه وواضح التركيز. وزي ما بقول لك زميلي احمد يعني النادي الاهلي عنده هدف، الهدف هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي وان انت توصل لنقطه بعيده جدا في كاس العالم للانديه، مش بعيد لان التحضيرات رائعه الحقيقه والتركيز اكبر. فعشان كده بنقول ثقتنا كبيره جدا في كل لاعبي النادي الاهلي. ايضا النهارده كمان كان الاجتماع الفني عقب انتهاء التدريب مباشره، ترتيبات والامور الخاصه طبعا بالمباراه ووصول اللاعبين، التيشيرتات طبعا تهدئة النادي الاهلي وايضا كمان فريق سيات، الامور تنظيميه الحقيقه معتاده على فريق النادي الاهلي. لكن الحقيقه عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، يعني بقيمه النادي الاهلي الكبيره يعني منذ لحظات الحقيقه فوجئنا بتواجد عمده طنجه منير ليموري، يمكن كان متواجد هنا للاطمئنان على بعثه النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب تحديدا، يمكن هو طلب ان هو يعني يقابل الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي، تحدثوا في امور عديده جدا. الراجل اشاد الحقيقه بالنادي الاهلي وتركيزه والاداء الحقيقه الكبير جدا جدا للاعيبه النادي الاهلي والالتزام الاكبر الحقيقه لبعثه فريق النادي الاهلي. انت عارف النادي الاهلي بيتواجد في اي مكان التزام، لعيبه النادي الاهلي ملتزم بشكل كبير، الرولز كلها بتحترم بشكل كبير جدا. فالراجل تواجد تسلموا الدروع، حاجات بتكون طيبه جدا الحقيقه، والعلاقات الرائعه بين الشعب المغربي والحب الكبير اللي شفناه في المباراه الاولى. بنامل جمهور المغرب وجمهور النادي الاهلي يكون غدا بمشيئه الله يزين استاد ابن بطوطه، لان الحقيقه كان لهم دور كبير جدا جدا في الدعم والمسانده الكبيره جدا لفريق النادي الاهلي. يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني خلاص انتهت التحضيرات، لعيبه النادي الاهلي في هذه اللحظات الكل بقى في الغرف بيستعد بمشيئه الله ليوم الغد. ابدا معاك ايضا كمان بيوم الغد اللي يكون يبدا صباحا كالعاده بفطار صباحا في العاشره صباحا على ان تكون محاضره فنيه في الثالثه ظهرا، ويتوجه النادي الاهلي 4:15 الى ملعب ابن بطوطه. انت عارف المباراه هتكون 6 مساء هنا بتوقيت طنجه، 7 مساء بتوقيت القاهره. كل التوفيق لفريقنا، كل التوفيق لمستر كولر، ويا رب ان شاء الله تكون فرحه كبيره جدا غدا بمشيئه الله. طيب كريم انا عندي سؤال، بس سؤال مركب شويه. السؤال الاول متعلق بمواعيد التدريبات، يمكن كولر من اول يوم في البطوله من دي 1 كل التدريبات بتبقى الظهر، حتى الفريق اوكلاند سيتي لما واجهنا في المواجهه الاولى كانت تدريباته قبل مواجهه الاهلي كانت بالليل، نفس الامر لفريق سياتل برضه، احنا بنتمرن الصبح هو بيتمرن بالليل. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، هل عندك تفسير ليه الاتحاد الدولي فيفا عدل في ميعاد المباراه ويمكن قدم المباراه بدل ما تتلعب 7:30 بتوقيت القاهره هتبدا الساعه 7؟ يمكن دول نقطتين كنا عايزين نعرف منك لو عندك اخبار او كواليس في هذه الجزئيه.
يعني انا سمعت النقطه الثانيه يا محمد بالنسبه للمباراه وتحديد المباراه، يمكن كان على الميعاد 6:30 وبعد كده كان الاجتماع الفني تم للتحديد ليها 6. يعني هي كلها اكيد امور ترتيبه وترتيبيه وتنظيميه، لان انت عارف مباراه الوداد هتكون الساعه 3:30 هنا بتوقيت المغرب. يعني ما عنديش معلومه مؤكده، لكن هي امور خاصه تنظيميه وترتيبيه اكيد للتحركات لخروج الجمهور، يمكن تنقل كمان اللاعبين. يعني الامور مش واضحه بشكل كبير جدا، لكن انت عارف يعني 6 هنا بتوقيت المغرب، 7 بتوقيت القاهره، اي ميعاد نص ساعة بعيد نص ساعة فوق، انت عارف خلاص الامر بالنسبة للنادي الاهلي اي ميعاد هيكون متواجد فيه. الجو كمان رائع ومميز جدا بالنسبة لهذه الفترة اللي متواجدين فيها، فيا رب ان شاء الله المناخ والجو والظروف يا محمد تكون معانا بمشيئة الله. طب خلينا السؤال الاول انا ما سمعتوش، ممكن تعيده القصة المتعلقة يعني بالحضور الجماهيري يا كريم؟ يعني احنا شفنا في المباراة الافتتاحية يعني كان حضور جماهيري كبير جدا في ملعب المباراة. بكرة طبعا هيكون فيه اهتمام من الجماهير المغربية بمتابعة مباراة الوداد والهلال، لكن برضو بالتأكيد المغاربة أشقائنا في المغرب يهمهم نجاح البطولة وبالتالي تواجد عدد كبير من الجماهير. هل عندك أرقام، هل عندك إحصائيات مرتبطة بعدد التذاكر والحضور الجماهيري المتوقع أو المنتظر في مواجهة بكرة في الأهلي أمام سياتل؟ يعني طبعا هقدر اقول لك، مش هقدر اقول لك ارقام، لكن هقدر اقول لك الحاله اللي احنا شايفينها هنا، ويمكن الاخبار اللي بتوصل لنا هنا من اشقائنا المغاربه، ان الكثافه الحقيقه اللي متواجده في المباراه الاولى هتكون بنفس الشكل. اللي انت عارف نجاح البطوله بالنسبه للمغاربه امر مهم جدا، وتشجيع الاهلي ده يمكن شيء خاص ومعتاد الحقيقه لاشقائنا المغاربه هنا. فبالتاكيد يعني بنعمل ان شاء الله يكون الاستاد بكامل سعته زي ما شفنا فيها المباراه الماضيه، لكن الاجواء كلها هنا بتدل ان في عدد كبير متواجد، الناس كلها بتسعى ان هي تشاهد النادي الاهلي في اي مباراه، بتسعى ان هي تنجح هذه البطوله. التابلو الحقيقه المباراه الاولى كانت رائعه ومميز جدا، لكن تعرف مقارنه الافتتاح بكل المباريات بيكون فيها اختلاف، لكن املنا كبير كالعاده في اشقائنا المغاربه وجمهور النادي الاهلي يكونوا متواجدين، ويا رب ان شاء الله هتافهم وحماسهم وازرتهم لعيبه النادي الاهلي تكون واصله بشكل كبير جدا، ويا رب تترجم في 90 دقيقه بمشيئه الله الفريق النادي الاهلي باذن الله. طيب كريم، ارجع بقى للسؤال الاولاني، انت كنت بتسال ايه هو السؤال متعلق بموعد التدريب. كولر دايما مهتم ان يكون تدريب الاهلي طوال ايام البطوله الساعه 12 الظهر عكس الفرق المنافسه للاهلي سواء اوكلاند سيتي او سياتل. كولر ليه دايما بيركز ان التدريب يكون في الصباح الباكر حتى لو ليله المباراه؟ يمكن محمد انت عارف يعني التدريبات 60 دقيقه او بتستغرق اكتر من 60 دقيقه بالنسبه للجانب الفني، لكن بيبقى فيه كمان جرعه تدريبيه هنا في الجيم، اللعيبه يمكن بتحاول ان يبقى فيه بعض ريكفري، بيدي مساحه كبيره جدا للوقت. في القاهره يا محمد التدريبات 9 صباحا في كل التدريبات، وتكون المباريات في 7 صباحا. الراجل يمكن عنده رولز وعارف يعني بيحاول ان هو صباحا يكون التدريب 9 صباحا، لكن انت هنا الرولز ملتزم بيها، حاولت ان انت في تطوان الحقيقه ان انت تعدل موعد التدريب يكون 5 او 7 زي اوكلاند سيتي لما كان بيتدرب طبعا على ملعب سنيه الرمل، لكن خلاص يمكن الامر ده اتحسن من البدايه ان كل تدريبات النادي الاهلي حتى نهايه البطوله هتكون السنيه 10 ظهرا. الامور دي كلها كانت تنسيقيه الحقيقه من مستر كولر، لكن هو الحقيقه ما قدرش ان هو يوصل للرقم الخاص 5 مساء او 7 مساء عشان تقدر كمان تلعب في الجو اللي هيكون في هذه المباراه. لكن اقول لك يمكن لعيبه النادي الاهلي مجرد ان هي بترجع من التدريبات بيكون في جزء كمان هنا في الجيم لبعض اللعيبه، فالراجل يمكن مقسم التدريبات جزء فني في ارض الملعب وجزء خاص بسيط جدا لعيبه النادي الاهلي عشان يدي وقت راحه كبير جدا للعيبه النادي الاهلي، لان انت عارف كل 48 ساعه مباراه انت بادئ من الدور التمهيدي، فيعني يعني مجهود برده كبير على لعيبه النادي الاهلي، السفر من تطوان الى طنجة كان امر صعب جدا الحقيقه. فيمكن هي دي الرؤيه الحقيقه لمستر كولر ان هو بيحاول يدي مساحه من الوقت لعيبه النادي الاهلي في فندق الاقامه اللي بيكون فيها تدريبات اللي بيكون فيها محاضرات اللي بيكون فيها امور عديده مهمه فضل. انت عارف انه يعني على عكس كل البطولات اللي بياخدها النادي الاهلي في مش في السيزون، دي البطوله الوحيده المجمعه، دي البطوله الوحيده اللي الفريق كله بيتعايش مع بعضه على مدار ايام البطوله. عايز اتكلم معاك على حاله اللعيبه نفسهم، على الـ 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 الدور اللي بيقوم بيه كباتن الفريق، وبما انك انت طبعا موجود معاهم لحظه بلحظه فبالتاكيد لامس الاختلاف اللي بيبقى موجود في اي بطوله غير دوري الابطال غير الدوري المحلي او حتى بطوله الكاس. حاله التعايش اللي بتحصل على مدار اسبوع او 10 ايام هي عمر البطوله ازاي بيكون ليها تاثير، واتكلمنا كده عن يعني جاهزيه الفريق. طبعا انا مش سامع الاستوديو، لكن انا سمعت حاله اللاعبين او الحاله المعنويه الخاصه بلاعيب النادي الاهلي او التركيز يمكن لحد ما سمعت زميلي احمد. يعني لا بطمنك على حاله لعيبه النادي الاهلي في تدريب اليوم الحقيقه، وزي ما باكد لك من البدايه يعني في هدف وفي تركيز وفي يمكن تركيز كبير جدا في التدريبات في فندق الاقامه، وفي التزام على اعلى مستوى، الكل بيجمع بعضه ولعيبه النادي الاهلي كالعاده كل يمكن عقب انتهاء الفطار
الكبار للغدا العشاء الكل بيجمع لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه الكبار الشناوي السولية معلول حمدي فتحي محمد هاني رامي ربيع، الكل بيحاول ان هو يتكلم، الكل بيحاول ان هو يحفز لعيبه النادي الاهلي، لان هي مرحله مهمه جدا وتوقيت مهم للعيبه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. حلم كبير ظهرنا بشكل رائع ومميز جدا في البدايه، فيا رب يا رب ان شاء الله بمشيئه الله كل الظروف والمناخ الطيب جدا لفريق النادي الاهلي وتركيزه الكبير يكلل بالنجاح بمشيئه الله غدا باذن الله. دايما وشك حلو يا كريم على البعثه وعلى الفريق، ربنا يوفقك ان شاء الله، وبنشكرك بالتاكيد على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي في طنجه عروس الشمال في المملكه المغربيه.